بلا ما نقول لكم لي ديتاي، ولكن كان بعد بعد اللعابه اللي كانوا مرض، ولكن انا كنقول لك الطبيب شافهم وعطى لهم الدواء والحمد لله، يعني كانوا متحمسين وجاهزين باش يلعبوا المباراه. ولكن في نفس الوقت كنا شايفين سيناريو ممكن يكون غادي يتغير في المباراه، ولكن الحمد لله يعني جابوها ونهنيهم. هي مصر نهنيهم على التاهل للنهائي، وهو فريق يعني موالف على هذه النهائيات والقاب، وحنايا مازال خصنا نستافدوا باي مباراه. وكما قلت لك الانسجام بيناتهم بين اللعابه، هما لاعبين من الصغر مع بعضياتهم، يعني هذا الشيء لفضلهم. ولكن الحمد لله احنا عندنا موهبات وعندنا اللعابه فيك دو طالون، وان شاء الله نكونوا واجدين ديك المباراه. لا انا بالعكس، انا كما كنقول للشباب يعني كل اللعابه اللي عندي يستحقوا يلعبوا، ولكن انا عندي اختيارات، ما نقدرش نلعب 25 واحد، عندي 11 واحد، ودائما غادي يكون هذا علاش ما نلعبش هذا وعلاش ما نلعبش هذا. اهم حاجه كما قلت لك انا التاهل الاولمبيات، ونكملوا دابا ان شاء الله للنهائي.